أقام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع جمعية البيارق البيضاء وعدد من جمعيات المجتمع المدني ودور العبادة فعالية وقفة سلام في موقع قلعة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمضي بثبات وعزم في نشر رسالتها النبيلة وبيان نهجها المعتدل للبشرية. منذ قديم الأزل عرفت البحرين وكل من يعيش على أرضها الطيبة بالتسامح والتعايش الذي تتوارثه الأجيال عبر الأزمنة، وهو ما ترسخ برؤية سديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وتزامنا مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، نظم مركز الملك حمد للتعايش السلمي وقفة سلام في قلعة البحرين تأكيدا على أهمية هذه المناسبة العالمية الداعية إلى التعايش والتآخي بين البشر وتعزيزه عالميا. هذه المبادرة تأتي في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية التي قدمته الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اعتماده بالإجماع من قبل الجمعية، ولذلك هذا اليوم يأتي تذكيرا للعالم بأهمية الالتزام بمبادئ الأخوة الإنسانية وقيم التعايش السلمي والدفع نحو السلام. إن مبادرة وقفة سلام تعبر عن تفاعل شعب مملكة البحرين مع هذه المناسبة الدولية، وتمثل فرصة سانحة للدعوة إلى إشاعة السلام ونبذ العنف والكراهية، وتؤكد أن مملكة البحرين هي أرض الوئام والمحبة، وستظل نبراسا للإخاء بين البشر ومنارة للحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة. هدف الوقفة هو إرسال رسالة سلام من البحرين إلى كل أنحاء العالم، نمرة واحد. النقطة الثانية هو أنه إحنا كعرب ومسلمين بنحافظ على تراثنا، بنحافظ على تاريخنا، بدليل أنه إحنا بنرسل وقفة سلام ورسالة سلام من موقع أثري. من البحرين تخرج رسالة السلام والتسامح، ولهذا نشارك نحن كمعهد الدولي للسلام في هذه الفعالية. مساهمتنا البسيطة هي عبارة على تأكيد ودعم للتوجه الذي دأبت عليه القيادة الرشيدة في مملكة البحرين لدعم السلام ودعم القيم الكونية التي تدعو لها منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى، ونحن نهنئ مملكة البحرين على هذه الإنجازات والتي نعتبرها إضافة جديدة إلى ما يعرف بقصة نجاح البحرين. وقفة سلام هي واحدة من بين المبادرات الجلية التي يقوم عليها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي من أجل أن يكون العالم أكثر أمنا وتصالحا، ويطمح دائما إلى ترسيخ ثقافة التسامح والإخاء وبناء جسور التفاهم والتقارب ونقل نموذج البحرين الحضاري إلى كافة أرجاء العالم.